دي بس لقطات بسيطة من مشوار طويل لنجم النجوم وليد سليمان الحاوي، زي ما أطلق عليه جماهير النادي الأهلي. وإحنا بنبتدي حلقة النهاردة من السادسة، وإحنا مخصصينها تحديداً للولي لوليد سليمان. فكرت كتير، لكن الحقيقة يمكن أهم عنوان حبيت أو لقيت أنه مناسب جداً لمشوار طويل جداً من العطاء قدمه وليد سليمان للأهلي والجماهير النادي الأهلي، هو أنه وجد ليصنع الفارق. القصة مع وليد مش قصة كورة بس، مش قصة ملعب، ومش قصة 90 دقيقة، ومش قصة واحد من أهم نجوم جيله، لكن قصة الحقيقة انتماء وقلب وروح وعطاء بدون مقابل. عمرنا ما سمعنا على امتداد مشوار وليد سليمان أنه في لحظة من اللحظات كان سبب في مشكلة سواء جوه الملعب أو بره الملعب. حقيقة واحد من أهم اللعيبة اللي لعبت دور القائد داخل غرفة الملابس، وكان ليه دور كبير جدا مع اللعيبة الجديدة أو اللعيبة الصغيرة. لاعب متألق على مدار مشواره وبصماته ولدغاته المهمة جدا والمؤثرة في صناعة تاريخ طويل جدا من المجد للنادي الأهلي، وليه هو شخصيا بتحطه في مكانة خاصة جدا في قلوب وعقول جماهير الكرة في النادي الأهلي. بكرة وهي مباراة طبعا نهاية الموسم، ولكنها مباراة مخصصة من جماهير النادي الأهلي للحاوي وليد سليمان. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهب الجبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي يزيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة الأضيع تتشال، الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. يمكن ما كانش يعرف من البدايات انه رقم 11 اللي حطه على التيشيرت بتاعت النادي الاهلي اللي لبسها هيستمر لمدة 11 موسم على التوالي. كانوا الاهم يمكن في مشوار وليد سليمان، حقق فيهم نجاحات وحط فيهم بصمات بالتأكيد لن تنسى. وخد بالك الأرقام دي ليها دلالات كبيرة جدا. واحد بتقول أنه وليد سليمان فقط في خلال مشوار 11 سنة مع النادي الأهلي حقق اللي ما قدرتش كل أندية إفريقيا أنها تحققه على مدار تاريخها كله. نتكلم على 6 دوري، 2 كاس، 4 دوري أبطال، 4 سوبر إفريقي، 5 سوبر مصري، واحدة كونفدرالية، واتنين برونزية كاس عالم. أندية إفريقيا كلها على مدار تاريخها ما حققتش بس أرقام وليد سليمان. نمرة 2، وعشان تعرف كويس قوي أنت واقف فين والأهلي إمكانياته إيه، مفيش لاعب يقدر يحقق الأرقام دي إلا داخل القلعة الحمراء، إلا مع المارد الأحمر. بكرة هو يوم وليد سليمان، ومظاهرة الحب الحقيقة اللي حصل على السوشيال ميديا واهتمام الناس إنها تبقى موجودة بكرة في المباراة عشان خاطر وليد فاق الحقيقة كل التوقعات. على كل الأحوال موضوعاتنا كتير، وكلامنا عن وليد سليمان مستمر في حلقة النهاردة، بس خلينا نبدأ حلقة النهاردة بالتمرين الأخير في موسم طويل وممتد وشاق ومليء. الحقيقة ناس امبارح زعلت مني عشان كنت بقول إنه ظروف معاكسة. لا الحقيقة يعني خلينا نبقى فير، يعني احنا دايما طول عمرنا بنقول احنا على الحلوة والمرة معاه، وبنستقبل بشكل كبير جدا اي خسارة او اي خسارة اللقب او اي خسارة لبطولة مدام رجالتنا عملوا اللي عليهم. طول عمرنا مع النادي الاهلي كده، وطول عمرنا عارفين كويس قوي ان الاهلي في اي لحظة قابل انه يبقى فيه قصور ما او مشكلة ما. لكن خلينا نعترف برضه عشان نبقى موضوعيين، عشان ما نبقاش بندفن راسنا في الرمل زي ما الناس بتقول، انه في كتير قوي من المشكلات اللي حصلت للنادي الاهلي الموسم ده، سواء في كاس العالم للانديه، سواء في بطوله دوري الابطال، وسواء في الدوري العام، هي مشاكل مفتعله وبفعل فعل، وظروف تاثر على اي فريق مش بس على النادي الاهلي. لكن هل ده معناه ان احنا كنا في احسن احوالنا؟ لا بالتاكيد لا، عندنا اخطاء كتير جدا وعندنا مشكلات كتيره جدا. وباذن الله باذن الله يعني اعتبروها معلومه بقى المره دي مش وجهه نظر، الاهلي السنه الجايه هو عنوان عودة المارد الأحمر، كل واحد يلزم حدوده. خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق ونشوف تمرينة النهاردة أخبارها إيه، ونطمن على استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا. محمد مساء الخير.
مساء الخير للزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولمشاهدي كل قنوات النادي الاهلي في كل مكان وكل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. موسم طويل وممتد، النهارده بنشهد اخر مران للفريق قبل مباراه نهايه الموسم بكره امام سيراميكا كليوباترا. تكلمنا عن تمرينه النهارده واستعدادات الاهلي لمواجهه سيراميكا بكره ان شاء الله. بالفعل زميل عزيز احمد سمير، زي ما انت قلت ده اخر تمرينه هذا الموسم، ان شاء الله يبقى موسم زي ما قلنا نتعلم منه وناخد منه يعني دروس، وبدايه من الموسم القادم زي ما انت قلت بعيدك جدا في كلامك، باذن الله ايام قليله ويتم اعلان كل قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بخصوص الموسم المقبل، وان شاء الله كلنا على ثقه تامه ان اي قرار ياخده مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب فهو ان شاء الله في الاتجاه الصحيح، وعوده المارد الاحمر زي ما انت قلت يا احمد. وطبعا انت عارف وكل جماهير النادي الاهلي عارفه ان النادي الاهلي عودته بتبقى لسنين طويله قوي، زي ما احنا تعودنا 10 سنين على الاقل باذن الله رب العالمين. فهذه الاثناء اللي بكلمك فيها يمكن بيتم المران حالا دلوقتي، المران ابتدى فيه تمام الخامسه والنصف وان شاء الله ممتد الى السابعه، يمكن سبق المران محاضره فيديو للجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، اتكلم فيها عن منافس الاهلي في مباراه الغد ان شاء الله سيراميكا كليوباترا، اهم مفاتيح اللعب طريقه لعبهم، اهم نقاط القوه والضعف، وكمان تحليل لفريق النادي الاهلي عن طريق الجهاز المعاون اللي اتكلموا عن كل الحاجات وتصحيح الاخطاء عند اللاعبين، عشان ان شاء الله نشوف مباراه بكره باذن الله تكون كبيره للنادي الاهلي. زي ما احنا قلنا احمد يمكن على الورق المباراه ممكن تكون ما فيهاش دوافع، ولكن اعتقد الدوافع موجوده جدا لعدد كبير جدا من اللاعبين اللي ما كانوش في الصوره الفتره اللي فاتت، وكمان ناشئ النادي الاهلي ان هم يعبروا عن نفسهم، دي فرصتهم الاخيره عشان يتم تقييمهم من قبل النادي الاهلي، وان شاء الله يكون يعني التالق موجود لعدد كبير جدا من ناشئينا كعاده فريق النادي الاهلي باذن الله. يمكن التمرين ابتدى ببعض التدريبات البدنيه والاحمال الخفيفه، ومن بعدها بعض تمرينات الكره، وحالا دلوقتي وانا بكلمك موجود التقسيمه الاخيره للفريق ان شاء الله تمهيدا لنهايه المران ونهايه الموسم بشكل جامد بمباراه الغد، اللي بعد قليل الجهاز الفني هيعلن القائمه من 22 لاعب ان شاء الله للدخول في معسكر مغلق الليله سدادا لنهايه يعني نهايه الموسم واسدال الستاره عن هذا الموسم الطويل. زي ما قلت يا احمد موسم يعني حلو ومره ان شاء الله يكون للخبره وتعلم الدروس، وان شاء الله يكون الموسم الجاي التوفيق معانا يكون ما فيش اصابات باذن الله والسلامه تكون لاعبي النادي الاهلي، ما فيش قرارات عكسيه، وان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق في كل قراراته. اكرم توفيق موجود في المران، نتمنى ان شاء الله بكره نشوفه ونطمن عليه في البروفة الاخيره او زي ما بنقول اخر مباراه في الموسم باذن الله رب العالمين. كل لاعبي النادي الاهلي في حالتهم، يمكن لعيبه كمان الغايبه منذ فتره محمد مجد قفشه بيظهر النهارده ولكن مش في المران، بس بيطمن عليه دكتور احمد ابو عبله، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد شريف، عمرو السليه، كلهم موجودين بيؤدي تدريباتهم الاستشفائيه، وان شاء الله مع ضربه البدايه وبدايه فتره الاعداد يكونوا موجودين ان شاء الله استعدادا لموسم ان شاء الله يكون من بدايه رجوع النادي الاهلي لمكانته الطبيعيه، وبدايه ان شاء الله حصاد لسنوات طويله جدا عشان جمهور النادي الاهلي كله يكون مبسوط بعادته الدائمه وهو التربع على كل البطولات باذن الله يا احمد. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي في الجزيره، دي اخبار تمرينته النهارده. والحقيقه يمكن انا عارف انه شويه لا مش شويه ده كتير، يمكن جماهير النادي الاهلي شغله نفسها امبارح قبل النهارده بالصفقات والتدعيمات وجهاز الفني، ريكاردو سواريش مستمر ولا هيرحل، ولو رحل مين ممكن يكون الاسماء البديله، ومعاك كل الحق في انك انت عايز تطمن على فرقتك، لكن ثق تماما انه اداره النادي الاهلي بتتحرك بشكل منظم ومرتب، وهمها في المقام الاول والاخير مصلحه النادي الاهلي، ومدركه تماما ان خساره القاب اتعود النادي الاهلي وتعود جماهير النادي الاهلي انها تفوز بيها ثمن مش ممكن نتحمله في الموسم القادم، وخصوصا خلينا نتكلم بيزنس بقى ونتكلم بلغه ارقام، ان الموسم الجاي مختلف تماما، مختلف من ناحيه البطولات، عندنا بطوله جديده هتكون صحيح في نهايه الموسم اللي جاي، لكن اعتقد انه من 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 بعد ماتش سيراميكا يبدا التفكير في السنه اللي جايه بشكل كامل على بعض، انت مش هتقدر تبني فريق في خلال شهر او شهرين، وبالتالي بناء الفريق اللي ان شاء الله يقدر يكتسح كل البطولات اللي هياخدها مع الاخذ في الاعتبار ان كل المنافسين على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي بالتاكيد برضو عينيهم على نفس البطولات دي، وبالتالي انا اعتقد النادي الاهلي مدركه تماما لحجم التحديات ومدركه تماما للثمن الباهظ اللي دفعناه السنه دي نتيجه نجاحاتنا في مواسم سابقه، فبالتالي تأنوا شويه، اصبروا شويه، وباذن الله زي ما المثل المصري بيقول اتقل تاخد حاجه نظيفه. على كل الاحوال خلينا نروح لاخبارنا النهارده. يمكن الموسم بدايه موسم البريمير ليج السنه دي يعني مختلف شويه، وانا الحقيقه كمان يمكن كنت قلقان شويه على صلاح، ظهر بشكل كويس في بدايه الموسم لكن نسبه تسجيل الاهداف السنه دي مش بنفس القدر يعني بتاع السنوات الاخيره او المواسم الاخيره اللي كان دايما موجود فيها
وبيفوز فيها بلقب هداف البطوله، وخصوصا طبعا مع قدوم ايرلينج هالاند الدبابه المهاجم الحقيقه اللي يعني الحقيقه مقدم موسم ولا اروع، وبدايه وانطلاقه اكثر من رائعه مع مانشستر سيتي. لكن في النهايه يبقى صلاح واحد من اهم نجوم الكره في العالم، وانا جايب لكم الحقيقه النهارده واحد من اساطير كره السله الامريكيه اللي قال تحديدا في تصريح لي انه بيشجع ليفربول عشان خاطر صلاح، وانه تاثر جدا بالحاجات اللي بيعملها صلاح في بلده في مصر. اسطوره كره السله الامريكيه ومدرب فريق الجولدن ستيت ووريرز ستيف كير قال انه الحقيقه معجب جدا بشخصيه النجم المصري محمد صلاح. يمكن كان حصل مقابله بالمناسبه، هو كان زار فريق ليفربول في ملعب التدريب وقابل عدد من اللعيبه منهم صلاح منهم فان دايك منهم الكسندر ارنولد، وتقابل مع يورجن كلوب. والكلام الحقيقه يمكن كان بعد المقابله دي في تصريحات لشبكه ESPN، وقال او اتكلم تحديدا على نجم العالم نجم الكره العالميه مش بس المصريه محمد صلاح، وقال الحقيقه انه بدا انه يتابع الدوري الانجليزي البريمير ليج يمكن من حوالي 5 أو 6 سنوات، وقابل او شاف يعني محمد صلاح وهو بيلعب وابتدى يقرا عنه حاجات كتير جدا. شخصيه صلاح بره الملعب على حسب حد تعبيره يعني بيقول شخصيه صلاح بره الملعب هي اللي لفتت نظري جدا. صحيح هو نجم كوره مهم جدا ولاعب كوره رائع جدا، لكن كمان لما قريت عن شخصيته وعن اهتمامه بولاد بلده وعن اسهاماته واعماله الخيريه اللي هو بيعملها في بلده في مسقط راسه في نجريج، الحقيقه لفت نظري جدا، وعرفت قد ايه هو محبوب في بلده مصر ومحبوب جدا 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 في انجلترا. وانا اعرف ناس يمكن راحت ليفربول في اكتر من مناسبه بمجرد ما الناس في ليفربول بتعرف ان هم مصريين يقفوا يتكلموا معاهم على طول ويحكوا لهم على محمد صلاح. صلاح بقى حاله ملهمه الحقيقه في انجلترا بشكل عام وفي ليفربول بشكل خاص. وقال كير انه ده الشخص المثالي اللي انا ارغب جدا في متابعته وفي تشجيعه، خصوصا لما بيلعب او من اول ما بدا يلعب مع ليفربول بقيت انا كمان بشجع النادي ده. هنروح لليونايتد والصفقه اللي قلت لكم عليها انها تمت بالفعل النهارده بشكل رسمي. يونايتد اقترب من حسم صفقه انتوني. انا برضو العين الحمد لله يعني ما بحبش اشكر في نفسي، بس انا قلت لكم انه من السنه اللي فاتت انه انتوني وسيباستيان هالر نجوم اياكس امستردام، السنه الجايه ده الكلام ده السنه اللي فاتت قلت لكم السنه الجايه هيكونوا في 2 من اكبر انديه اوروبا، وقد كان. الحرب اللي خاضها مانشستر يونايتد عشان يشتري البرازيلي الدولي انتوني كانت كبيره جدا، مفاوضات استمرت لشهور واكثر من 3 عروض اتقدموا لاياكس امستردام عشان يتخلى عن واحد من ابرز نجوم الكره في هولندا. هو طبعا دولي برازيلي لكنه بيلعب في اياكس امستردام، وكان واحد من اسباب نجاحات اياكس في السنوات الاخيره هو سيباستيان هالر طبعا المهاجم الايفواري. هالر انتقل لبروسيا دورتموند لكن عنده مشاكل صحيه نتمنى له السلامه، لانه لاعب كره جيد جدا ومهاجم هداف رائع رغم ان هو كبير في السن، لكن الحقيقه مهاجم نموذجي زي ما بيقول. ويمكن انتوا عارفين ان بروسيا دورتموند ما بيحطش عينه او ما بيشتريش صفقه الا لما تكون عندها كره حلوه، الا لما تكون بديله احنا بنتكلم على سيباستيان هالر كان البديل الامثل من وجهه نظر اداره بروسيا دورتموند لايرلينج هالاند، فبالتالي لك ان تتخيل قدرات المهاجم ده عامله ازاي. لكن طبعا هو عنده مشاكل صحيه يمكن هتمنعه من الظهور مع بروسيا دورتموند لمده 6 شهور، لكن قد كان قلت لكم هالر في نادي كبير وقد كان هالر في دورتموند، وانتوني في نادي كبير وقد كان انتوني في مانشستر يونايتد، واحده من اهم صفقات الدوري الانجليزي والمان يونايتد للموسم ده. فاصل ونرجع لحضراتكم. هنتكلم يمكن على اهم 5 دوريات على مستوى العالم واقوى مسابقات على مستوى العالم، وتقريبا منتخبات تعتبر من افضل منتخبات على مستوى العالم، ورغم كده بيلجأوا دايما للخبره الاجنبيه. والاهم تتكلم على الدوري الانجليزي هتلاقي مثلا تين هاج هولندا في مان يونايتد، توماس توخيل يورجن كلوب المانيا في تشيلسي وفي ليفربول، جوارديولا اسبانيا في السيتي، انشيلوتي لا انطونيو كونتي في انشيلوتي في الريال، انطونيو كونتي في ايطاليا في توتنهام، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. اللي لفت نظري يمكن ايطاليا، طبعا ايطاليا تعتمد بشكل كبير جدا على المدربين الايطاليين، وطول عمر ايطاليا مدرسه في الكوره، بس برضو فكره انه نادي ايطالي يروح لصربيا او يعني دوله مش متقدمه كرويا دي كانت ملفته شويه. على كل الاحوال
خلينا نقفل كل ده ونروح للكره الفرنسيه. امبارح كان في معركه الحقيقه، باريس سان جيرمان في مواجهه موناكو، موناكو قدم عرض قوي جدا وكان متقدم على بي اس جي الى ان تمكن بي اس جي من التعادل. هنتكلم شويه على منتخب فرنسا وعلى الكره الفرنسيه والانديه الفرنسيه واللاعبين المصريين اللي احترفوا في فرنسا من خلال لقائنا بدومينيك بيجوتا، طبعا واحد من نجوم منتخب فرنسا ولاعب سابق في انديه كبيره زي موناكو وزي بوردو، وتولى المسؤوليه الفنيه لفرق زي ميتس وسوشو. خلينا نرحب بيه بدايه طبعا دومينيك بيجوتا نجم الكره الفرنسيه، اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وشكرا على ظهورك معنا في السادسه. شكرا جزيلا لكم لكل الشعب المصري، شكرا لكم. يعني البدايه من مباراه امبارح موناكو في مواجهه بي اس جي، ازاي شفت المباراه وازاي شفت التعادل رغم البدايه القويه يمكن لبي اس جي الموسم ده على مستوى الاداء وعلى مستوى الاهداف وعلى مستوى الانتصارات، لكنه امبارح لم ينجح في تحقيق الفوز على موناكو، بل بالعكس ان موناكو قدم مباراه قويه جدا واحرج فريق بي اس جي بكل نجوم. نعم، موناكو فريق جيد جدا وبدأ بهجوم قوي جدا في بداية المباراة واستطاعوا السيطرة على بداية المباراة. الفريق الباريسي كان يدافع بقوة ولكن كان في حالة استعجال دائما، ولكن كان يوجد فرص جيدة لتحقيق الأهداف واستطاعوا المهاجمين إهدار على العديد من الفرص، وهذا ما أهل موناكو أن يجلس دائما في مكان جيد ويؤدي خلال المباراة وأن يتواجد بشكل جيد وأفضل أثناء المباراة. ولكن باريس سان جيرمان كان منزعج بشدة ولكن لم يستطيع أن إحراز الأهداف وإحراز النتيجة المفضلة لديه وهو الفوز، ولكن بسهولة أعتقد أن المباراة لم تكن سهلة للفريق الباريسي. هو أدى بأداء جيد وهم كانوا أفضل على المستوى البدني أيضا وأخذوا ما يريدون من المباراة، ولكن نيمار استطاع التعادل ولولا هذا كان ستهزم بيجي. يعني عموما اتعودنا من الكره الفرنسيه انه ما فيهاش اللاعب الاوحد، في فرق كبيره زي موناكو زي بوردو زي مارسيليا، هل تتوقع السنه دي انه يكون في منافسه على مستوى بطوله الليج او بطوله الدوري الفرنسي، ولا تتوقع ان يتكرر السيناريو المعتاد وانه بي اس جي هيوصل لتحقيق اللقب بسهوله؟ أعتقد أن يوجد وقت كبير على تحقيق هذا، ولكن أعتقد أن الفريق الباريسي دائما هو المرشح الأول، ولكن أعتقد أن في هذه المرة ستكون البطولة أصعب لأن يوجد لاعبين كثيرين سيكون موجودين في باريس سان جيرمان في كأس العالم، واعتقد ان هذا قد يؤثر عليهم في البطوله، ولكن هم لديهم الافضليه طبعا في الحفاظ على اللقب. ولكن ارى يوجد اربع فرق قوية ايضا اراهم مع باريس سان جيرمان، مارسيليا قويه جدا واعتقد ان لا سيكون سيقدم موسم جيد جدا، واعتقد انهم سيستمروا على هذا الاداء. يمكن لو اتكلمت على البي اس جي اعتقد انه الهدف اول للجماهير والاداره هو لقب الشامبيونز ليج، من وجهه نظرك هل ينجح جالتييه المدير الفني لقياده البي اس جي فيما فشل فيه من قبل مدربين كبار زي اوناي امري زي توماس توخيل زي بوتشيتينو الموسم الاخير؟ هل بتشوف انه جالتييه قادر على التتويج بلقب الشامبيونز ليج مع البي اس جي؟ أعتقد أن الفريق الباريسي ابتدى بشكل جيد في هذا الموسم، وأنا أعلم وأعرف كريستوف جالتييه من سنين كثيرة، وأعتقد أنه سيساعدهم بقوة على تحقيق اللقب. هو لديه العديد من اللاعبين الجيدين، ولكن الآن أعتقد مع تواجد هؤلاء اللاعبين مع مدرب بحجم كريستوفا جالتييه سيؤدون أداء أفضل من المواسم الماضية. كان صعب نعم في العوام الماضية، ولكن أعتقد في هذه المرة هم مستعدين أفضل، هم سيكونوا مؤهلين أكثر للفوز بالبطولة،
ولكن دائما يوجد الصعوبات ودائما يوجد فرق كبيره مثل الريال والبايرن ومانشستر سيتي، سيكون شيء صعب بالتالي. وانا بتابع معاك الدوري الفرنسي، خليني في بدايته طبعا في مراحله الاولى، في ضيف مصري بيظهر لاول مره في الدوري الفرنسي وتحديدا مع فريق نونت، المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد. اذا كنت تابعته او اتفرجت عليه في مشوار او في بدايات مشواره في الدوري الفرنسي، ازاي بتشوفه وازاي بتشوف قدرته على النجاح مع فريق نونت؟ أعتقد أنه يستطيع التأقلم. أنا رأيت أنه لديه المهارات والقوى البدنية وما يستطيع أن تساعده على النجاح. وأيضا هو فريق مثل نونت، ونونت فريق كويس يستطيع أن يساعده أيضا. ممكن أن تكون اللغة هو عائق إذا كان لا يتحدث اللغة الفرنسية، ولكن أعتقد أن إمكانياته وإمكانيات فريق نونت قد يساعده بقوة للتأقلم والحصول، وهم يستطيعون أن يفوزوا مثلا بكأس فرنسا وتحقيق بعض الألقاب أيضا. ولكن أعتقد هو لديه الوسائل والمؤهلات التي تساعده على تحقيق النجاح. بيتهيألي أن الدوري الفرنسي أو الأندية الفرنسية يمكن من أكثر الدوريات في أوروبا اللي بتعتمد على نجوم من أفريقيا، وأعتقد أنك ليك تجربة في الوقت اللي كنت بتتولى فيه يعني مسؤولية المدير الفني لفريق ميتس، وقدمته كتير من المواهب. ليه ما فيش اهتمام قوي باللاعب المصري، أو ما فيش فكرة التركيز على السوق المصري في استخدام اللاعبين للأندية الفرنسية؟ أعتقد نستطيع أن نقول يوجد ولكن ليس دائما. نعم أنت على حق، يوجد لاعبين كثير من المغرب في فرنسا ومن أفريقيا، هذا حقيقي. ودائما يكون لاعبين على مستوى صغير، ولكن هذا بسهولة وببساطة أن يوجد أن هؤلاء اللاعبين دائما ما ينضمون إلى فرنسيين عندما إلى فرنسا عندما يكون صغيرين. ولكن أعتقد أن اللاعبين المصريين يوجد كثير منهم الذي يستطيع اللعب في الدوري الفرنسي وتحقيق النجاح، هي فقط مسألة تواجد في الموقع. يعني أنا أرى أن اللاعبين من المغرب العربي والإفريقيا يذهبون دائما إلى فرنسا منذ صغرهم بسبب اللغة، ولكن أعتقد إذا ذهب اللاعبين الفرنسيين أو اهتموا أن يكون هذا المصريين أن ينضموا للدوري الفرنسي، أعتقد أن سينجحون بشدة. وأعتقد أنه ميتس اللي أنت توليت تدريبه أيضا لأكاديمية أعتقد جينيراسيون فوت موجودة في السنغال، وأعتقد يمكن من نفس الأكاديمية دي ظهر نجوم كبار وأخرهم طبعا ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الحالي. نعم نعم نعم، هذا يوجد هذه الأكاديمية، وهو شراكة مع الأكاديمية في السنغال، ولهذا يوجد لاعبون الكثير من السنغال الذين ينضمون منذ صغرهم إلى فرنسا. وكما رأينا ساديو ماني كان صغير السن عندما انتقل إلى فرنسا ثم انتقل للفريق الأكبر، وطبعا بفضل مهاراته ومؤهلاته مؤهلاته لهذا المكان في هذا الوقت، ولكن وهي ما تساعد هذه الأكاديمية والشراكة تساعد بقوة على ضم اللاعبين. خليني أرجع لفريق موناكو مرة تانية، وإزاي بتشوف فرصه في اليوروبا ليج الموسم ده؟ يمكن المنافسة في الشامبيونز ليج بتبقى مستوى أعلى وفرق أقوى ونجوم أكبر، لكن يمكن في اليوروبا ليج فرق كتيرة جدا مش مصنفة وما كانش متوقع أنها توصل لتحقيق اللقب قدرت تنجح في ده، آخرهم فرانكفورت الألماني، قبله سيبيا الأسباني وغيرهم، تاريخ طويل يعني. هل تتوقع أن في فريق فرنسي وخصوصا موناكو السنة دي قادر على أن يحقق لقب اليوروبا ليج؟ أنا رأيت بعض الفرق ورأيت فريق جيد جدا في لموناكو، أرى أن هذا الفريق أنا أشد إليه بقوة وأنا أحبه قوة. فريق موناكو هو يستطيع فعل دائما
الفارق، وهذا ما رأيناه امبارح في الأمس عندما رأينا هذا الأداء الرائع الذي أدوه لاعبي موناكو أمام باريس سان جيرمان. أعتقد إذا كرر موناكو الحصول على اللقب واهتم بهذا أنهم يستطيعون الحصول عليها. تقييمك لانتدابات مارسيليا وخصوصا طبعا نجم تشيلي أليكسيس سانشيز، هل يقدروا يساعدوا الفريق على تحقيق لقب سواء على المستوى المحلي أو القاري؟ طبعا هما أدوا بداية جيدة جدا، هما ضموا كثيرا من اللاعبين، هم منظمين ولديهم مدرب ذكي ودائما ما يفعل الأشياء المبتكرة، وأعتقد أن تنظيمهم سيساعدهم بقوة. ولكن اليوم في هذا اليوم هذا الفريق قوي يستطيع المواجهة، هو لديهم كما نقول جيل جيد فنيا وتكتيكيا، ولكن أعتقد أن اليوم هم قريبين من البطولات، ليسوا مثل باريس سان جيرمان بالتأكيد ولكن أدائهم جيد. سؤالي الأخير عن المدرب الفرنسي، لسنين طويلة من أول ما فتحت عيني على متابعة كرة القدم الأفريقية والمدرب الفرنسي موجود والمدرسة الفرنسية موجودة بشكل قوي جدا سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، وكتير من الأسماء حققت إنجازات كبيرة جدا في أفريقيا، ليه تراجعت مكانة أو ترتيب المدير الفني الفرنسي في قارة أفريقيا مؤخرا؟ المدرب الفرنسي كان يوجد الكثير الذي قادوا الفرق في أفريقيا والذي حصلوا على أرقام وألقاب رائعة، ولكن أعتقد أن الآن أن المدربين الفرنسيين الآن عندما يأتون إلى أفريقيا مع اللاعبون الجيدين هذا يساعدهم كثيرا في كرة القدم الأفريقية، ولكن في بعض الأحيان سيكون الأمر صعب أيضا في وجود بعض المواهب ولتحقيق النجاح المطلوب. ولكن نعم أعتقد أن في قارة أفريقيا نعم يوجد لاعبو مدربين كثيرا في أفريقيا، ولكن هذا يوجد بسبب التاريخ الذي يربط فرنسا بأفريقيا. دومينيك بيجوتا، بتمنى كل التوفيق لمنتخب فرنسا في بطولة كأس العالم، وبشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. فاصل، حلقتنا لسه ما انتهتش، فاصل ونرجع لحضراتكم. موسم بيخلص، مهم جدا جدا ان احنا نبص عليه نظرة شاملة، نشوف احنا واقفين فين وعايزين نروح فين عشان نعرف نتحرك بشكل كبير. اعتقد زي ما قلت لحضراتكم انه في ظروف كتير جدا، حتى لو انت مختلف معايا، بس انا بشوف ان في ظروف استثنائية وصلتنا للنقطه اللي احنا فيها. اذا كنا بنتكلم على خساره الاهلي للالقاب الموسم ده، اعتقد انه في ظروف كانت خارجه على الاراده، وفي ظروف احنا كنادي اهلي ممكن نكون مسؤولين عنها، كجهاز فني ممكن نكون مسؤولين عنها، كلاعبين ممكن نبقى مسؤولين عنها، لكن الاهم ان احنا نشوف او نقيم بشكل موضوعي ومنطقي عشان نعرف نحدد البصه، نحدد الاتجاه، ونقول الاهلي السنه اللي جايه مطلوب منه ايه ويقدر يحقق ايه. هنسمع وجهه نظر واحد من اهم واكبر نجوم النادي الاهلي، كابتن ماهر همام، بيشرفنا النهارده في السادسه، سعداء دايما. انا شخصيا بسعد جدا وبتشرف لما يكون موجود معانا. مساء الخير يا كابتن ماهر. حبيبي احمد، نور الدنيا. مساء النور يا حبيبي، اهلا بيك. في ناس بتقول موسم للنسيان، موسم كان صعب وكان قاسي جدا. الظروف كل يعني الظروف كلها حاجة بتشوفها ازاي؟ ايه اللي احنا مسؤولين عنه وايه اللي كان ضدنا؟ ايه الحاجات اللي من جوه القلعه الحمراء وايه الحاجات اللي كانت يعني من اسباب خارجيه زي ما بيقولوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما ذكرت كده يا احمد، ظروف يعني للنسيان قاسيه جدا علينا السنه دي. لو رجعنا بس للتاريخ ورا شويه، انا فاكر يعني ايام توليه الكابتن عبد الصالح الوحش كرئيس النادي، ايوه، كانت ظروفنا صعبة جدا وكنا في المركز 13 والدنيا كانت بايظة. لكن سنة وعدت، كابتن صالح سليم بعديها، مرحوم كابتن صالح طبعا، وكابتن عبد الصالح الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. نفس الكلام مع كابتن صالح، الظروف كانت قاسية وضاع الدوري.
وقدرنا برضك يعني بالتكاتف طبعا مجلس اداره منظومه ككل لعيبه جماهير جهاز فني مع الكابتن حسن حمدي مرينا برضك بنفس الظروف. طيب. لكن مع الكابتن محمود الخطيب طالت شويه زادت شويه طبعا هم معذورين كمجلس اداره لان عليهم ضغوطات وستريس بشكل كبير جدا خصوصا في الولايه الثانيه للكابتن محمود الخطيب. صعب جدا انك انت تلعب ثلاث سنين ورا بعض. شايف حاله القلق او التوتر، خلينا نتكلم على الجمهور، منطقيه يعني جمهور فرقته كسبه اثنين دوري ابطال ورا بعض ووصل النهائي الثالثه ولعبت النهائي في ظروف مش طبيعيه ومحققه اثنين برونز في كاس عالم وواخده اثنين سوبر افريقيا وواخده دوري كاس، يعني واخده بطولات مش قليله خالص. بالظبط. لما يحصل ده في موسم بعده هل شايف انه رد الفعل طبيعي او منطقي او يوازي حجم الخساره، ولا شايف انه في مبالغه، ولا شايف انه اقل من الطبيعي؟ لا يعني انا تملي لما بخاطب جمهور النادي الاهلي عايز اطمنه. ايوه. عايز اقول له من حقك تزعل وانت صاحب يعني فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على المنظومه ككل في الانتصارات اللي طبعًا النادي الاهلي طبعًا فيها. ويمكن انا يعني بدات كلامي احمد عشان اوجه كلامي لجمهور النادي الاهلي ان الظروف دي مرت على اربع رؤساء للنادي الاهلي، يعني مرت قبل كده. أيوة. ومرت عليا انا كلاعب ومرت عليا وانا مدرب، لكن طبعا قيمه النادي الاهلي وقيمه المنظومه الكبيره ديت ونادي القرن و115 سنه بطولات، لا قادر انه يطلع، قادر ان السنه الجايه يبقى موسم أنا راجع أنا تاني. انا كنت مبتدي الحلقه النهارده بوليد سليمان الحيوي. جميل طبعا. 11 جميل. سنه ما يتنسوش. واحد من اجمل اللعيبه جوه الملعب وبره الملعب، وقصه مش قصه كوره وحرفنه وموهبه بس، لكن قصه انتماء، قصه اخلاص، قصه روح، قصه حب وعشق للكيان، اترجمت في 11 سنه شفناها مع وليد سليمان ما خذلناش في مره الحقيقه. وده اعتقد النموذج اللي بتدور عليه. أيوة. يعني أيوة. والقدوه اللي بنقول للولاد الصغيرين اللي طالعين او انه اي حد جاي يلبس تيشيرت النادي الاهلي ده النموذج اللي تبص عليه. برافو عليك. وعايز اقول لك يا احمد كمان من ضمن الحاجات اللي انا كنت تملي بنادي بيها النهارده لما قرر مجلس اداره النادي الاهلي بياخد قرار يعني بيريح اللعيبه المجهده اللي لعبت ثلاث سنين واللعيبه المصابه وعوده اللعيبه اللي هي عايزه تشارك وتاخد فرصه مع الولاد الشباب الجمال العشره اللي شاركوا بشكل كبير، يعني كان بيبقى في روشته كده احمد تملي الواحد بيقول ايه حته فنيه يعني. النهارده لما عندك حوالي خمس ست سبع لعيبه خبرات مهمين جدا يكونوا في كل مباراه في الوقت ده. يعني لو بصينا كده من بدايه مثلا حارس المرمى عندك علي لطفي. ايوه. وظهر الحمد لله بمظهر جميل الفتره اللي فاتت. عندك رامي ربيعه خط الظهر كمان ظهر بشكل هايل. صحيح. كنا محتاجين يانج او متولي في الحته اللي مع فخري في نص الملعب برضك استحمنا الفارق بشكل كبير. وليد كصانع العاب. مهم جدا جدا كان لازم يبقى وليد موجود في الفتره اللي فاتت دي يا احمد. ايوه. كصانع العاب. وبعدين الحته الهجوميه كراس حربه حسام حسن. عندنا بقى في حته الاطراف الهجوميه عندنا صلاح محسن، عندنا ميكيسوني، عندنا بيتسيتاو، عندنا عبد القادر. مع كريم بقى مع الولاد الصغير اللي انت بتفكر انك انت تبدا تدي فرصه. انا عايز اقول لك احمد كان الشكل هيختلف بصراحه يعني الشكل كان هيختلف على اللي احنا ناهينا عليه. ليه؟ حتى كمان بالنسبه للراجل. يعني انت لما يبقى عندك عمود فقري بالاسماء اللي انا قلت لك عليها دي بالخبرات دي والطعم بيها برافو عليك والطعم بيها العشره دول انا كنت متاكد ان احنا هنكون في حته ثاني. كنا هنبقى في حته ثاني. فمش عارف يعني فترات انا ما شفتش النجوم دول موجودين. يمكن الهدف الاهم بالنسبه يعني من وجهه نظر دلوقتي صح صنع القرار انه انا مش الشكل مش فارق معايا قوي بقد ما فكره ان انا عايز ادي فرصه للكل عشان اقدر اقيم صح. وبالتالي بعتبر المرحله دي الاخيره من الدوري دي هي بدايه التحضير للموسم اللي جاي. فبالتالي
شكل الاداء مش فارق معايا قوي، النتيجه مش في اعتباراتي قوي، لكن الاهم انه الكل يشارك والكل ياخد فرصه عشان اقدر اختار مين ممكن يكون موجود معايا ومحتاجه فعلا وابني عليه، ومين ممكن اطلعه ياخد خبره يوصل لمرحله نضج فاقدر استفيد بيه في مرحله ما. ده كان يمكن الهدف الاساسي يا كابتن ماهر. بالظبط يا احمد، يعني كان من ضمن اهداف مجلس الاداره فعلا ان الناس تاخد فرصه والناس تلعب. فالنهارده في عتاب كده على اخواتي واولادي الصغيرين جمال، يعني ما هي فرصه ولازم استغلها، لازم امسك فيها عشان اقول للراجل اللي انا السنه الجايه معاك اساسي. انت طلعت فريق الاول ازاي يا كابتن؟ 17 سنه طلعت ازاي؟ طلعت يعني انا طلعت مين كان جنبك؟ طلعت من المراحل السنيه واخد بالك، لما وصلت 17 سنه كنت في فرقه الامل واخترت من فرقه الامل اللي كان عاملها كابتن محمود الجوهري. ايوه طلع قبلي اكرامي طلع 16 سنه الفريق الاول ومنتخب مصر. ايوه انا 17 سنه طلعت السنه اللي بعد اكرامي. كان بص بقى التشكيله عامله ازاي؟ وراك اكرامي اربعه خط الظهر، احمد عبد الباقي، حسن حمدي، مصطفى يونس، فتحي مبروك، ثلاثه نص ملعب، جمال عبد العظيم، طاهر الشيخ، صفوت عبد الحليم، ثلاثه فراوده، مصطفى عبده، محمود الخطيب، مختار. يعني عايز اقول لك هنا بقى اتشال الناشئ 17 سنه. اه فبيبان وانت داخل الملعب شايل هم الجمهور هيقول عليا ايه، ولا شايل هم الجهاز الفني هيبص لي ازاي، ولا شايل هم اللعيبه الكبيره اللي جنبي يعني. هو عارف يا احمد، اولا برضك سبحان الله، يعني انا كنت محظوظ ومش محظوظ، لعبت قدام 130,000 اول مباراه ليا رسميه مع الفريق الاول مونشن جلادباخ سنه 76 77. ايوه كان 130,000 متفرج موجود واخد بالك، وانا بلعب ده في وسط العمالقه دول. مونشن جلادباخ في التوقيت ده طبعا كان بطل اوروبا يعني بطل اوروبا والمانيا. فالنهارده اتشلت ما حسيتش. بص بقى الحلاوه والثقه والامانه بتاعت الكباتن الكبار، يعني كابتن حسن حمدي ورايا على طول بيشجعك وبيكلمك وبيساندك. وبعدين المباراه دي كابتن انور سلامه قدامي كمان كابتن، حاجه جميله. ايوه وبعدين قدامك كمان محمود الخطيب ومصطفى عبده وصفوت عبد الحليم، لا يعني حاجه جميله. فكنت اتمنى، انا كنت اتمنى ان المجموعه اللي انا ذكرتها دي مع الولاد الصغيرين هنعمل حاله كمان، حاله جميله، وفي نفس الوقت زي ما قلت احمد كان الولاد الصغيرين يظهروا بشكل احسن كابتن ماهر. جدا يعني بصراحه طبعا ليه بقى يا احمد؟ اقول لك ليه لان برضك الولاد الصغيرين يعني ما بيقدروش يلعبوا كل 3 ايام، في فرق بانك انت تلعب في الدوري الممتاز مع الفريق الاول كل 3 ايام ومراحل السنيه كل اسبوع. الفرق في القوه جسمانيه برضك، ولادنا عيني لسه طالعين بيقابلوا قوه جسمانيه. انت بتقول لي كابتن اكرامي وحش افريقيا 16 سنه فيرست تيم، كابتن ماهر 17 سنه، احنا بنتكلم على برضو لعيبه يعني لعيبه دوري ممتاز. المفروض يعني انا مش مقتنع بفكره تصعيد الناشئين دي، يعني دايما ما بحبش اقول عليهم لعيبه صغيره او لعيبه ناشئ، ده احنا بنتكلم على 21 سنه و22 سنه. بص يعني بص يا احمد، عايز اقول لك كمان احنا اتحطينا في وقت في عتاوله تقدر تشيلك، وانت كمان بشخصيتك بقى واسلوبك وادائك. صيت الموهبه في جيلكم يا كابتن ماهر كانت اعلى بكتير من دلوقتي. لا جدا جدا، انا بكلمك على اسماء كلها منتخب مصر. يعني انا عايز اقول لك حاجه يا احمد، لما كان بيجي جواب المنتخب او الفاكس المنتخب للنادي زمان بقى كان فاكس مش ايميل، فاكس. فاكس حارسين مرمى ثابت البطل واكرام اربعه في خط الظهر الاساسيين، احمد عبد الباقي وحسن حمدي ومصطفى يونس وفتحي مبروك وماهر همام، ثلاثة نص الملعب جمال عبد العظيم، طاهر الشيخ، مختار، ثلاثة فرود، محمود الخطيب، زيزو، مصطفى عبده. يعني ايه ده؟ يعني ما شاء الله تخمة من النجوم موجودة في منتخب مصر. فأنا عايز أقول لك إن الولاد دول كانوا ممكن يظهروا بشكل أفضل من كده وياخدوا ثقة أكبر من كده. وليد ده ليه دور كبير جدا جدا يا احمد، خد بالك الراجل بتاع المنتخب لما وليد كان بياخد مستر ريكاردو كان بيديله ربع ساعه وثلث ساعه في الماتشات اللي قبل كده. لفت نظر الراجل بتاع المنتخب بالظبط، قال لك الله ايه ده، مين ده؟ مين ده؟ فقالوا بقى طبعا في كل اللحظات اللي ظهر فيها الموسم ده، حق ده راي جمهور بقى مش لا محللين ولا مديرين فنيين، الجمهور شافت انه من افضل لعيبه الاهلي الموسم ده، يعني حتى لو خد 10 دقائق ربع ساعه بينزل يموت نفسه في الملعب. بص بقى التركيز خارج الملعب، كاميرا بتيجي على وليد قاعد مركز
في المكان بتاعه زي الصقر، شايف الثغرات، شايف السلبيات، شايف انا لما انزل هعمل ايه، هتكلم مع مين، هباص ازاي، اول ما الكره تجيلي هلعبها ازاي، اول باصه صح عشان اخد ثقه، تاني كوره هلعبها صح عشان اخد ثقه اكتر، تالت مره بقى هتلاقي نفسك معدي بتفوت وبتعمل كروس وتشوت في الجول. وبعدين وليد نازل بيجيب جوال على الجول، تصويبات اللي احنا بنفضل مثلا حوالي 70 دقيقه ما بنصوبش مثلا مره على الجول، وليد بينزل يصنع لك الفارق، تصويبات وبعدين بيكلم ده ويجيب ده، وهو بقى هو نفسه بقى شوف بيتمرمط ازاي يا احمد، شوف بيخبط ازاي وبيزحلق ازاي، الروح كابتن فرقه بيدي روح. عشان كده تلاقي النص ساعه دي النادي الاهلي بيتنقل، الحته اللي قدامنا بتتنقل ايجابيه على ليه؟ لان في عنصر نزل فعال، عنصر نزل. بعد وليد مين اكتر حد يعمل الدور ده جوه الملعب بقى كابتن ماهر؟ انا شايف ديانج بردك لما موجود كان بيعمل لنا الدور ده بشكل رهيب بصراحه، يعني وبينطلق واخد بالك وبيروح وجرأه وبيفوت لا فكره القائد اللي بيكلم اللعيبه، اللي بيصحح اخطاء، اللي بيقول لده ما يعني بيهمكش، يعني عارف الحاله اللي بتحصل من لعيب كبير جوه الملعب مع الفرقه، في دايما محرك كده، في قائد جوه الملعب، يعني رامي بس في الحته اللي ورا، في الحته اللي لكن الحته برضك بتاعت نص الملعب دي احنا مفتقدين فيها صانع الالعاب اللي عنده خبره، هاجي لك للمراكز يوجه بشكل طب خليني اخد منك تقييم، يعني بعيدا عن مرحله موسيماني وريكاردو سواريش، لما اجي ابص على كره الاهلي خلينا نتفق اذا كان ده صح، طبعا صحح لي، انه الكره النهارده قايمه على اربع اركان، قوه، سرعه، مهاره، لياقه، في حاجه ناقصه؟ التكتيك، سيبنا من التكتيك، التكتيك ده مدير فني، لكن دي عناصر، انا عايز عناصر لعبة كرة القدم، الفريق بتاعي، السكواد بتاعي، عايز عناصر قوة، سرعة، مهارة، لياقة. فتقييم من كابتن ماهر همام كده، بقايم سكواد، مش بقايم لعيب بعينه، يعني مستوى القوة في الأهلي كام من 10؟ يعني السنة دي السنة دي قلت قوي، يعني قلت بشكل كبير، يعني مباريات يا احمد كنا بنحسمها في اول ثلث ساعة او نص ساعة، واخد بالك؟ بقالنا فترة بتدي لك الحس، بتدي لك الثقة، اللي هي الاسترس والضغط اللي على الخصم اللي احنا اتعودنا عليه، والصفة من صفات اللي موجودة عندنا، الضغط على الخصم في جميع انحاء الملعب، واخد بالك؟ والاستخلاص، وبعدين اول ربع ساعه بتهدد وبتهدف، دي افتقدناها بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت. تمام، من قبل دوري من قبل اللياقه بقى الأبطال. كمان بعديها اللياقه يعني من مستر موسيماني والحاجات اللي حصلت، حته الاجازات الكتيره اللي اتاخدت واثرت بشكل كبير جدا على الجانب البدني بالنسبه للراحه السلبيه وفترة الإعداد تعوض حالة مشاكل الأحمال طبعًا اللي عانينا منها طبعًا الموسم ده طبعا موسم جديد بفترة إعداد جديدة بهيد كوتش يكون على أعلى مستوى يكون بتاع المرحلة دي هكلمك في المطلوب والمدرسة اللي تناسبنا من وجهة نظرك المهارة في الأهلي إيه؟ عندنا المهارة موجودة المهارة كم من 10 يا كابتن؟ لا واخدة نسبة كبيرة واخدة نسبة كبيرة إن معظم لاعبتنا لو هتلاحظ كده يا أحمد معظم اللعيبة من تحت لفوق عندنا المهارة دي يبقى فاضل السرعة عندنا سرعات ولا عندنا مشكلة في السرعة عندنا مشكلة في خصوصا في التلت الهجومي يا احمد اللي هو بيبان فيه بقى انت عايز برضك التلت الهجومي بيبان لما عندك سرعات في الاطراف بتقدر تعمل ستريتش بشكل كبير جدا بتقدر تعمل اختراق طولي بشكل كبير بتقدر تعمل خلق مساحات بشكل كبير تملي عنصر السرعه في الحته القدامانيه بيتعب المدافع بشكل كبير تحس المدافع بيبقى شايل هم انا هوقف الراجل ده ازاي اللي عنده كل شويه عامل سبرنت 2 3 4 فلا برضك قليله بالنسبه لنا بشكل كبير يعني. التكتيك ده قصه مدير فني مدير فني الاهلي اللي الجمهور التفصيل اللي الجمهور عايزه مرتبط بكوكتيل مواصفات يعني عايز اكلمك فيهم واخد رايك بصرف النظر عن الاسماء كره الاهلي مع اكس واي زد اللي الاهلي او جماهير الاهلي مستنياها عامله ازاي هسمع راي كابتن ماهر همام في السادسه بس بعد الفاصل. المدربين في العالم كله مدارس وكل مدارس ليها نماذج ناجحه جدا ومتفوقه جدا وحققت انجازات كبيره جدا لكن انا هنا سؤالي مرتبط بايه المدرسه اللي تليق باسم النادي الاهلي وكره النادي الاهلي واللي تتوافق او تناسب
توقعات وتطلعات وطموحات جماهير النادي الاهلي. يعني مدرسه زي انشيلوتي، انا بيتهيألي الراجل ده، وبما انه طبعا مدرسه ايطالي فهي تكسب ولا تلعب، واحنا شفنا الريال السنه اللي فاتت حقق بطوله دوري الابطال ازاي رغم معاناته على مستوى الكره اللي بيقدمها، عانى في كل المباريات وفي كل المواجهات مع كبار اوروبا، ورغم كده توج في النهايه بلقب دوري الابطال وبلقب الليج. بيب جوارديولا مدرسه مختلفه تماما، تيكي تاكا، الضغط والاستحواذ وارهاق الخصم والكره الممتعه. مورينيو مدرسه ثالثه خالص، والثلاثه اسماء كبار، يورجن كلوب، انطونيو كونتي، توماس توخيل، مدارس مختلفه. وبالتالي بصرف النظر عن اسم المدير الفني، ايه المدرسه اللي تليق او ايه المدرسه اللي تناسب كره النادي الاهلي عشان نقدر نحدد ايه اللي مطلوب من المدير الفني برضو في النهايه كابتن ماهر. انا دايما بقول انه ريكاردو سواريز تجربه يعني لم تكتمل، تجربه فيها حاجات كتيره جدا ما تقدرش تحاسب عليها الراجل، وما تقدرش لغايه النهارده تعمل تقييم موضوعي. ايه اللي مطلوب في اي مدير فني هيقود الاهلي في الموسم اللي جاي؟ بص يا احمد، انا كانت تجربتي مع الالمان 6 سنين، 95 2000 2001، المرحله دي كان فيها فايتسا، وكان فيها هولمان وكان فيها تسوبر، وكان فيها تسوبر كان عندهم فايسا، فايتسا قبلهم قبلهم، بعد كده مسك منتخب على ما اتذكر بالظبط. عايز اقول لك يعني الشخصيه والصنعه وحاطين ايديهم على الجديد والتطوير و بردك الدوافع عندهم، عايز يكسب وعايز يصنف نفسه وعايز يحقق بطولات فانا عشت مع الالمان، استفدت بشكل كبير جدا 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 جدا، لدرجه الست سنين ما حدش يتعور من اللعيبه في ال 30 لعيب، ما حدش يتعور، ملوش شد ولا مزق ولا ضمه ولا فتحه ولا ودلوقتي في مدرب احمال طبعا، وفي 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 يعني في النهارده كام انتوا الدوري اياميكو كان كام فرقه كابتن ماهر؟ 12 كانت 14 فرقه، 14 فرقه. والدوري كان 14 فرقه بس كان بيفرق بقى انك بتلعب كل اسبوع، افريقيا كانت كلها ذهاب واياب لغايه المباراه النهائيه، ما كانش في نظام التمهيدي والمجموعات والتمهيدي والكلام ده، ما كانش في كاس عالم برضه. اللعيبه الحقيقه يمكن يعني لعيب النادي الاهلي برضه مظلومه جدا جدا يعني، وبيعاني معاناه ما حدش حاسس بيها. لا جدا صح جداً ولا ايه؟ انا بشفق عليهم بصراحه يعني دونا عن كل لعيبه الكوره في مصر. الناس دي بقى لها 3 سنين ما شافتش الهواء. انا بسميهم الرحاله يعني، ما بيلحقوش يعني، في ماتشات كانوا بيطلعوا يروحوا يجيبوا شنطهم ويسلموا على اولادهم وبعدين يروحوا راجعين على المطار ومسافرين يعني. حتى كمان خد بالك احمد، كمان وخروجك من بطوله ومكسبك لبطوله ما بتلحقش تفرح على طول، تاني يوم بتخش في البطوله اللي بس بعديها. بس 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 من وجهه نظر لعيب الكوره يعني، دايما انا بحاول اشوف الامور كل واحد من وجهه نظره شايفها ازاي، شغلانتنا كده نحاول نستوعب كل وجهات النظر. وجهه نظر لعيب كوره ومن وجهه نظر، وده كان جزء من وجهه نظر موسيماني بالمناسبه، يعني في اتفاق او في تشابه بين نفس وجهتين النظر، انه انا جبت اللي محدش جابه يعني، جبت اللي ممكن اي نادي في افريقيا او اي جماهير في افريقيا تبقى سعيده بيه 10 سنين قدام، فلما يحصل دروب ما يبقاش فيه القسوه والهجوم الشرس ده على نفسيه اللاعب، بتبقى صعب على نفسيه الجهاز الفني او المدير الفني برضو، ممكن تبقى مش منطقيه ومش مفهومه ومش مقبوله يعني. في اخر ايامه كده احمد، وجهه نظر الجماهير طبعا دي قصه ثانيه. الضغط اللي عليه والاسترس اللي عليه، ده قدرك انك جيت الاهلي فاستحمل يعني. الراجل ريكاردو ده لما جه قال لك اي مدرب، اي مدرب مش هيعيش في الضغوطات مش هيبقى مدرب، اي مدرب مش هيتحمل الضغوطات مش هيبقى مدرب. دي من صفات المدرب اللي عنده شخصيه والقوي. فانت النهارده حتى انت قلت انا خلاص اتعودت على المنتاليتي وعقليه اللاعب المصري، انا عرفت القصه، عرفت السر. وبعدين يعني مع احترامي طبعا هو مدرب كويس وكل حاجه، لكن النادي الاهلي ادالك سي في قوي، النادي الاهلي ادالك انجازات انت ما تحلمش بيها. كما على موسيماني طبعا احسن لعيبه موجوده في افريقيا، جهاز مجلس اداره على اعلى مستوى، جماهير طبعا يعني بتحرك الصخر زي ما بيقولوا، لعيبه من افضل اللعيبه اللي موجوده في افريقيا. فالنهارده ده بالعكس، والناس على فكره يمكن افضل فتره بسطت فيها من موسيماني يعني، مش احنا جبنا معاه 2 دوري ابطال وجبنا 2 برونزيه و2 سوبر بالزبط. لكن انا بشوف انه افضل فتره الناس كانت فرحانه وحاسه انه البدايه اهي، كانت بدايه الموسم ده. يعني عروض الاهلي ومستوى اداء الاهلي ونتائج الاهلي
ونسبة التهديف في النادي الأهلي والكرة الهجومية والكرة الممتعة كانت بداية الموسم ده اللي ما تعملتش في الموسمين اللي فاتوا رغم ان هم كانوا موسمين كلهم ألقاب. وبعدين يا احمد كامل هو كان جايب المشروع وهو قال انا بس مستني ان السنة دي تخلص السنة الثالثة دي وابدأ فترة اعداد جديدة بقى اتفرجوا على الكرة اللي انا بعشقها وبحلم بيها. ايه اللعبه دي اللي هتنفذك المشروع اللي انت كنت بتفكر فيه الكره البرازيليه الحلوه الجميله بالنتائج بالاداء. فانت لازم كان يبقى عندك صبر لان خلاص انت كنت بتفنش الموسم. ما فيش توفيق انك انت خسرت مثلا بطوله واخد بالك، لكن اللي جاي افضل. احنا كنا محتاجين اللي جاي زي ما انت قلت، انا محتاج فتره اعداد لان انا جيت على الفرقه بدون فتره اعداد، فمحتاج فترة الإعداد جت جاية. يعني هو لو صبر بس شوية كده واتأنى، لا يبدو أن الضغوط كانت بس واضح أن هو كمان سبحان الله. يعني مدرب النادي الأهلي أحمد لازم يتحمل الضغوط، خصوصا أجنبي كمان. ده الأجنبي ما بيفهمش عربي، ما اللي يعمل إيه بقى سامي قمصان لما تولى المهمة في مبارتين ثلاثة وخسر المباراة الثالثة؟ الضغوطات كانت عاملة إزاي على سامي؟ يعني واخد بالك اللي هو ابن النادي اللي هو عايش في الضغوطات. انطباعات عن فتره سامي على فكره كانت جيده اجمالا كويسه جدا. جيده طبعا يعني جيده، لكن انا عايز اقول لك وحتى ريكاردو لما جه قال لك الضغوطات انا لو المدرب بالظبط ما تفرقش معايا. وانا بحييه بصراحه على الشجاعه. تقييمك ايه للفتره اللي تولى فيها المسؤوليه؟ ايه اللي ليه؟ اللي يتحسب ليه واللي يتحسب عليه؟ احنا في كم مره احمد قلنا خلاص علم التدريب اختلف. يعني الناس تيجي تقول لك ايه لو انا جاي على فرقه في وسط السكه انا محتاج فتره اعداد فتره راحه عشان يبدا الناس تهضم طريقتي. لا دلوقتي خلاص انت العالم كله كل 3 4 ايام مباراه. فانت النهارده لازم تحط ايدك تكتيكيا، لازم تحط ايدك. شخصيته واضحه انها قويه، الراجل بيشتغل بصراحه، واحنا شايفين ان هو من اول يوم بدا يؤيد السلبيات ايه الايجابيات ايه، وبعدين محاضراته مع اللعيبه بيحاول ان هو يصلح السلبيات، بيحاول ان هو يحافظ على الايجابيات. فلازم تحط ايدك تكتيكيا لان احنا بدك ما شفناش يحمل حاجه تكتيكيا. بمعنى تكتيكيا جمله ثابته مثلا، واخد بالك، فاول كورنر يتعمل فيه تريك، واخد بالك، والناس تتحفظ. واحنا كمان بنجيد الحاجات دي خصوصا لما عندك التكتلات الدفاعيه زي ما احنا بنتقابل بيها. فانت لازم يبقى عندك جمله جملتين يا احمد تقدر تفتح بيها، تقدر تخترقها. لازم يبقى عندك جمله كمان يعني غير كور ثابته، جمله متحركه. ده ما ظهرش من وجهه نظري. ما ظهرش مع الاسف. يعني دفاعيا الاهلي اتطور مع ريكاردو سواريز دفاعيا لما بدانا بثلاثه ولا الطريقه؟ بالطريقه ساعدتنا بشكل كبير بصراحه. يعني استثناء ماتش طبعا الجيش الاخراني. طبعا سبحان الله، يعني ماتش الجيش الفرصه الوحيده اللي جات لهم جابوها جول. ما هنا التوفيق وعدم التوفيق، لكن عايز اقول لك الخبرات مع الجيش فرقت اعلى مننا. عدد الخبرات موجوده، اجسام قويه، لياقه بدنيه، خبرات. لما جاته فرصه احمد سمير قدر يدوس عليها ويتأنى وبعدين يلعبها. لكن احنا عندنا يا عيني ما فيش خبرات في الحته القدمانيه. فانت كمان عشان توصل للجول بتوصل يعني بتعب. وبعدين لما بتوصل بتعاني واحنا قاعدين بنعاني برضه. بالظبط، احنا بنتفرج بنعاني برضه. واللي بيجي لك على فكره جمهور الاهلي يعني جزء كبير جدا منه بيتعب. يعني بيتعب زي ما اللعيبه بتتعب كده. بنتفرج قدام الشاشات لكن بنتعب بصراحه. لكن زي ما قلت لك في عناصر كنا لازم الفتره اللي فاتت دي يبقوا موجودين وننهي بيهم. وزي ما انت قلت بقى التقرير الفني بقى ومين يقعد ومين يمشي. فالنهارده احنا في اسماء ما حسيناش بيها. يعني كنا لازم الفتره دي نبدا نحس بيهم. ليه بقى؟ فرصه يا جماعه جت لنا لحد عندنا في الاساسيين. الفرصه اللي هم كلهم مستنيينها. بالظبط، مستنيينها. اللي احنا كنا بننادي بيها يا جماعه. الدكه لازم تبقى متحضره اكتر من كده، الدكه لازم تبقى مركزه اكتر من كده، الدكه لما تنزل لازم تصلح لنا الفارق. لان كنتوا لعيبه بردك لعيبه مميزين ولعيبه لعبتوا منتخبات. فالنهارده كانت مرحله انتقاليه للنادي الاهلي، انتوا ساعدونا فيها، انتوا طلعونا منها بالشكل اللي يطمئن جماهير النادي الاهلي. في اسماء كتير، انا كمان بمنتهى الصراحه كابتن، في اسماء كتير جدا مع قرار انهاء العلاقه بين النادي الاهلي وبين مستر موسيماني، توقعت ان في اسماء كتير جدا هتنتفض. يعني عارف، يعني يمكن كان وجود مستر موسيماني
لاسباب كتير جدا محجمهم بشكل لا مش مخليهم يعبروا عن امكانياتهم وقدراتهم. توقعت انه رحيل موسيماني مع كابتن سامي قمصان ومن بعده ريكاردو سواريز انه الاسماء دي هتاخد فرصه تكسر بيها الدنيا، بس يمكن ما حصلش. ده هو ده هو ده. وبعدين كمان يا احمد احنا يعني بصراحه يعني فقدنا الروح كمان بتاعتنا. يعني انتوا يا جماعه ما شاء الله مريحين، وبعدين الرقم واحد انت بتنزل تأدي اللي عليك، يعني الروح القتاليه ديت بتفرق معاك بشكل كبير. بقول لك وليد، يعني كل شويه هقول وليد 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 طبعا، لان وليد يعني عنصر بصراحه كابتن خارج الملعب وداخل الملعب. ايوه طبعا، فبيأثر بشكل كبير. فالنهارده لما انا اشوف وليد بيتمرمط كده، انا بقى عبد القادر لازم يعني ابدا اجز على اسنان. صلاح محسن نفس الكلام، حسام حسن نفس الكلام، ميكيسوني نفس الكلام، بيتسيتاون نفس الكلام. فدي من ضمن الحاجات اللي ان بص وليد يعني حاجه جميله، يعني مركز وبيأدي ده اللعيب. انا يعني قلت اول جمله قلت لوليد يعني اللي اخترتها عنوان انه وجد ليصنع الفرق. بص يا احمد هو ده كواليتي، كواليتي الاهلي. بص بكل ما تعنيه وليد يدرس يعني نموذج وامتداد الحقيقه لكل نجوم الاهلي الكبار على مدار تاريخه كله. حاجه التزام، اخلاق، قائد جوه الملعب وقائد بره الملعب، روح مستمره بصرف النظر عن قاعد على الدكه بيشارك ما بيشاركش، ما دام جت الفرصه حتى لو خمس دقائق بينزل يكسر الدنيا. قادر دايما في المواجهات الصعبه، وده اللي انا بقوله كواليتي لعيب الاهلي. انا مش جايب لعيب عشان اكسب بيه ماتش، مع كامل احترام لماتشات الدوري كل منافسينا في الدوري بالظبط، بس انا جايب لعيب يلعب على اعلى مستوى، يلعب كاس عالم انديه، يلعب بطوله افريقيا، يقدر يعمل الفارق، يقدر يسند الاهلي لما الاهلي يبقى محتاج يغير سيناريو، يعدل من شكل ادائه. ده اللعيب اللي دايما يبقى كاليبر او الكواليتي او الجدير بارتداء الفانيلا الحمراء. وبعدين شخصيه يا احمد محافظ على نفسه و يعني بيحب التيشيرت ومخلص للتيشيرت. وليد سنه ضعف لعيبه بتلعب في الملعب يا كابتن. بالظبط ضعف يعني في لعيبه نص عمرها نص عمر وليد سليمان طبعا. يعني طب مين لفت نظرك كابتن ماهر؟ يعني مين اللي تقول وممكن تقول لا ده اراهن جدا عليه السنه الجايه، ده لازم يعني يبقى موجود؟ يعني انا شايف رامي لما خد الفرصه، لان رامي ابن النادي. ايوه وفي كلام كتير جدا على رامي في الفتره اللي فاتت، بس رامي بصراحه لما شفي من الاصابه بدا ياخد فرصه، ما هو اثبت يعني نفسه طبعا. بص الغيره وبص الاحساس وبص والروح وبعدين بيدافع وبيطلع يكمل في نص الملعب، وبعدين في الكره الثابته بيطلع بيحاول يجيب جوال. يعني هو ده. وبعدين علي لطفي كمان الفتره اللي فاتت بصراحه يعني علي والله في الفتره دي يعني الناس اعتقد اطمنت بما لا يدع مجال للشك، حتى لو في صفقه لتدعيم حراسه المرمى في نادي الاهلي، شوبير وعلي لطفي هايلين. مصطفى شوبير بصراحه جدا اخذ بردك الثلاث مباريات ثقه وواقف على رجليه يعني هو حظهم، ودايما حراسه المرمى في الاهلي كده حظهم ان في الشناوي يعني، لكن هم الحقيقه اتنين على مستوى عالي جدا من يعني الكفاءة. مع احترامي الشناوي طبعا، الشناوي لعيب كبير ومنتخب مصر ومن الناس بصراحه اللي لها فضل على هو وزمايله على بطولات النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. لكن علي لما دخل ما تحسش ان علي بعيد، لا يطمنك ثقه واداء واتكلم مع زمايله. بص يا كابتن ماهر، حارس المرمى هو المركز الوحيد اللي في الملعب مرتبط بهنا بالظبط، بتبقى ده مطمن. انا مطمن انه ده واقف في حراسه المرمى او قلقان من اي كره بتتشاط او اي كره ملعوبه بالعرض بتقول ربنا يستر. ده حراسه المرمى. بعد كده بقى كل مستويات، فايق مش فايق، كويس مش كويس، في حالتك مش في حالتك، لكن حراسه المرمى اعتقد التجربه اثبتت انها في الاهلي بخير جدا. زي ما انت بدات كلامك يا احمد وقلت حتى كمان بالنسبه للتقييم، فانت النهارده بتحرق الجهاز الفني. علي لطفي اللي كان فيه كلام ان علي ممكن اعاره، ممكن يمشي، ممكن يتباع. طب ده في حراسه المرمى وخط الدفاع. مين تاني؟ محمد محمود ومتولي، ايه رايك؟ محمد محمود ومتولي يعني يعني متولي بصراحه انا كنت اتمنى يبقى موجود بصفه اساسيه من بدايه رحيل مستر موسيماني، يعني ياخد كل المباريات، لان برضك هو بعيد عن الملعب بقاله فتره.
متولي لعب كويس قوي، بيبدا الهجمه من تحت اذا كان بيلعب في الحته اللي تحت بيبدا الهجمه صح، اذا كان في سته في نص الملعب بينقل الهجمه بشكل كبير، عنده الحاجات الطوليه الحاجات العرضيه، قوي بيشوط على الجول كمان، عنده تصويبات جيده بردك، بيدافع وبيقطع وهو في سته بيقدر يدافع على الجناب، وهو في قلب الدفاع بيقدر يضغط على راس الحربه. محمد محمود كنت اتمنى بردك، محمد محمود مع الاسف يا احمد بياخد وقت قليل قوي، والواد عنده الحته مش عارف ليه برضه الحس بتاعنا اللي انا بقولك عليه ده دي واحده من علامات استفهام عند الجمهور، والقلب والقوه وعنده كوره وغيور وعنده كوره وبعد عنده كوره وعايز يثبت وجوده بشكل بدني يمكن مش معلش حتى حاجة. حتى لو بدني ما تشيت تجيبه ده انا في رايي يعني محمد محمود كان عايز وقت اكتر من كده اكتر من كده لان الولد لما ياخد وقت اكتر من كده بيقدر يجيب لك اجوال وبيروح للجول وبيصنع لك فرص وصانع العاب. مع ان محمد محمود يكمل مع الاهلي الموسم الجاي ولا شايف انه يطلع فتره موسم اعاره؟ يعني ما انت برضك في المكان ده هيبقى عندك قفشه وعندك محمد محمود ويعني في بعض اللعيبه المصابه، لكن لعب كويس. انا كنت اتمنى ان هو برضك الولد ياخد معظم الماتشات اللي فاتوا دول عشان يقدر يتقيم صح يطلع ولا يبقى موجود بشكل كبير. انا بشوف يعني. انه الحقيقه محمد محمود بقى من العملات النادره في الكره المصريه وتهيالي انه موهبه يجب الحفاظ عليها وطبعا القرار في النهايه للاداره الفنيه. طيب وبعدين زياد يا زياد احمد طارق. زياد بردك من اللعيبه اللي هي يمكن ثبتت وجودها في الشباب بصفه بصفه كبيره يعني فخري يعني مركزه بس صعب شويه مركزه صعب مركزه هو موهبه صحيح مركزه يمكن صعب. اكتر حد نور في الولاد اللي احنا قلنا محتاجين حاجه فيها سرعات فيها قوه فيها اختراقات حاجات فيها صحيح حاجات قبل ما اسمع رايك في الـ في الـ في المراكز والصفقات الاهلي محتاجها خليني اقول لحضرتك قائمه مباراه بكره في حراسه المرمى هيكون مصطفى شوبير حمزه علاء هيكون معاهم رامي ربيعه ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومكسوني واحمد سيد غريب رأفت خليل احمد عبد القادر محمد خليفه نصير احمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد اشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل وشرقيه ومعاهم علي عمرو دي قائمه الاهلي اللي اختارها مستر ريكاردو سواريش لمباراه بكره كان نفسي وليد يبقى موجود بصراحه على كل الاحوال نيجي للمراكز وعلي لطفي طبعا لكن في جميع الاحوال يعني برضو هي خلينا نقول انها مباراه الفرصه الاخيره بكره يعني صح ولا ايه بالظبط يعني على الكل انه يستغلها بقى الجمهور لا بيدور على اخر مشهد بقى على بطوله ولا على بالظبط ده المشهد الاخير والفرصه الاخيره للجميع يعني سواء جهاز فني طبعًا المراكز كابتن ماهر احنا اطمنا من حراسه المرمى يعني كان في لغط في الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا وكلام وعايزين حارس مرمى وعايزين 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 يعني انا بس ما فيش ما يمنع انك تجيب برضه او تفكر في المستقبل ممكن يعني. صح ممكن. ولا ايه ممكن يعني ممكن تبقى محتاج ممكن. حارس مرمى هي مدرسه حراسه المرمى في الاهلي الحقيقه ما بتخيبش ممكن ولو انت اديت حد بقى من الاثنين اعاره اذا كان علي لطفي او شوبير يعني يقدر برضك يقدر يثبت وجوده تبقى قفلت الحته دي لسنين قدام بالظبط كده صحيح صحيح يعني انا شايف يعني بالنسبه للباك رايت عوده اكرم ان شاء الله باذن الله تفرق كتير الفتره اللي جايه كريم فؤاد اخباره ايه معاك في الفتره اللي لعب فيها يعني كريم يعني على استحياء كده على فترات لكن لسه برضك ما حسيناش بكريم تمام ما حسيناش بيه محتاج يدوس شويه كمان بس هو جه في اخر الموسم يعني هو برضك عنده حته السرعه عنده حته القوه في التلت الاخير بعض النواقص بس محتاجه في حته الكورسات العرضيه المؤثره مهمه قوي حته الحاجات اللي بيخش لجوه فيها ويقدر يصوب على المرمى مهمه قوي حته الدبل باص يقدر يبقى عنده حلول في التلت الهجومي يعني بدا يبقى في تغطيه وميلان بالنسبه للحاله الدفاعيه بدا يكتسبها يطور فيها من يطور فيها بشكل كبير يعني قلبي الدفاع افتكر زي ما احنا موجودين يعني طب هتسمح لي نقول القايمه مره ثانيه كابتن مافع حراسه المرمى مصطفى شوبير وحمزه علاء خط دفاع رامي ربيعه عبد المنعم محمد نصير شرقيه وكريم فؤاد ومعاهم محمد اشرف خط النص هيكون فيه عبد القادر محمد محمود جماهير الاهلي يعني متوسمه فيك عبد القادر كتير قوي وانت لعيب كويس جدا وعندك كره حلوه جدا ومحترمه جدا
بس محتاج تدوس على نفسك. انا يعني لا يعني مش ممكن اقول كده اللعيب الا لو كنت بحبه وشايف، واعتقد كل جماهير النادي الاهلي حط عبد القادر في حته معينه. اتمنى اتمنى انك انت تحافظ على ده وتشوف ايه اللي محتاج يتطور عندك وتكمله. خلينا نرجع بس معلش للقائمه تاني نكملها عشان عبد القادر خدني شويه. مع احمد عبد القادر في محمد محمود، وبرده محمد محمود من اللعيبه اللي تحب تتفرج عليها، ميدو نبيل، محمد شكري، احمد عبد النبي، رأفت خليل، محمد حمدي، زياد طارق، ولويس ميكيسوني. وخط الهجوم هيكون علي عمرو، احمد سيد غريب، حسام وصلاح بره القائمه اساسا يا كابتن. طيب بص احمد انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. في ثلاث مراحل في تكوين الفريق. خبرات ووسط والدم الجديد. تمام. خلاص؟ الخبره بدون دول ما تقدرش تعمل حاجه. تمام. ودول من غير الخبره لازم الثلاثه ما يقدروش يعملوا حاجه. أه. انا كنت اتمنى اتمنى يعني التوليفه الجميله اللي موجوده، الاسماء الحلوه اللي موجوده اللي انت ذكرتها، يبقى مع عنصرين ثلاثه خبره في كل خط عشان العمليه تتوزن. ايوه. وتتشال والولاد ياخدوا ثقه ورجلهم تتقل. يعني مش بيحاربوا لوحدهم. في حد جوه الدوري لفت نظرك في الثلاث خطوط؟ يعني لو قلت لك في خط الدفاع مثلا، ايه اكتر اسم نور مع كابتن ماهر السنه دي بره النادي الاهلي؟ انا شايف الونش في الزمالك. يعني يعني عنده حيويه ونشاط وقوه وقلب، والمكان ده محتاج المواصفات دي. أي. وبعدين الولد متواضع، يعني تحس انه يعني لما بيتكلم كده بيبقى يعني بيتكلم عن النادي الاهلي كويس. أي. وبيتكلم على زمايله كويس. ده طبيعي يا كابتن ماهر. والله يعني ده طبيعي. يعني حاجه 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 تفرح يعني. أي. أي. خط النص. خط النص يعني احنا كنا طبعا يعني بنشيد باقوى خط نص موجود في افريقيا. افريقيا كلها. ديانج. أي. وفتحي وسلي. صحيح. بصراحه يعني. ومعاهم اكرم كمان يعني. ده معاهم اكرم لما كان بيلعب في نص الملعب. بالزبط. لكن اكرم في حته الباك رايت يعني كمان فاجئنا بشكل كبير جدا. تالق بشكل كبير. هو برده من اللعيبه اللي عندها الروح. بصراحه اكرم جدا. اكرم جدا. كمان من ضمن الحاجات اللي في الباك رايت يعني الواحد يشيد بيه بصراحه يعني. ان شاء الله ربنا يكرمه. مين اللي لفت نظرك في خط النص بره الاهلي والزمالك؟ مفيش في الدوري كله. طب نروح لخط الهجوم. حاجة. نروح لخط يعني الهجوم. انا مش عارف في ايه والله يا كابتن ماهر، مش عارف في ايه بصراحه. لكن عندنا فرق بتصرف، ولا كان عندنا ملاعب، ولا كان عندنا لا. ما كانش في حاجه ولا يوتيوب ولا سوشيال ميديا ولا وكانت المواهب يعني بص في كل فرقه تلاقي 3 4 لعيبه من العيار الثقيل. يعني عبد الله السعيد في نص الملعب مازال عبد الله السعيد. عبد الله السعيد تخيل يعني. عبد الله جميل. دي مشكله كبيره يعني. مش يعني مع احترامي طبعا لعبد الله، بس هي مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره جدا جدا. صانع العاب ما شاء الله 37 سنه اهو. الراجل ما شاء الله بيأدي زي وليد كده. بيأدي وحاجه جميله يعني عبد الله لو ابتدى يلعب 17 18 سنه بقاله 20 سنه بيلعب. هو لعب كده. ما انا فاهم. مفيش في ال 20 سنه مفيش حد طلع. يعني 20 سنه الراجل بيلعب. مفيش حد طلع. سبحان الله. خط برضه بره الاهلي والزمالك خط يعني الهجوم. يعني عايز اقول لك ان برضك الجدع بن شرقي ده كان عامل حاله مع نادي الزمالك بره الزمالك والاهلي. حاله جميله يعني. عايز وزيزو كمان عشان نديله حقه. وزيزو كمان. وزيزو. لكن بره برضك يعني مفيش قوي. مفيش حد لفت نظرك يعني أو. السنه دي سنه غريبه الشكل علينا يعني بصراحه. صحيح. يعني نورت الدنيا يا كابتن حبيبي. احنا اسعد بيك دايما ونتشرف بيك دايما. وان شاء الله باذن الله واثقين انه الاهلي السنه الجايه ان شاء الله باذن الله في حته ثانيه يرجع لمكانته مكانه ومكانته الطبيعيه مره ثانيه. والاهم دعم ومسانده جمهور النادي الاهلي، ركن اساسي وحجر اساسي في صناعه التاريخ العظيم ده. كان مسانده الجماهير اللي ما فيش شك ان شاء الله انها هتكون في ظهر النادي الاهلي. واوعدكم انا شخصيا لو كان لينا نصيب وتقابلنا في بدايه موسم جاي ان شاء الله باذن الله هتشوفوا الاهلي في مكانته ومكانه. انا عايز اقول لجمهور الاهلي حاجه بس يا احمد، ما تزعلوش. فرصه بالنسبه لنا ان السنه دي نستفاد منها. أيوه. اداريا وفنيا. صحيح. مش عيب. صحيح. بالعكس. ونتخلص من كل الحاجات الصعبه اللي عانينا فيها اللي مرينا بيها ثلاث مواسم. ان شاء الله ما تزعلوش وما تضايقوش
وانتوا ياما فرحناكم ان شاء الله. ياما لعبت فرحتكم والفرحه جايه قريب ان شاء الله. باذن الله هيبقى فرحه كبيره الفرحه كلها باذن الله لجمهور النادي الاهلي. نورتنا كابتن مان. شكرا كابتن احمد وبشكركم على المتابعه، وان شاء الله نتقابل بعد المباراه تقييم شامل لموسم كامل ونظره على المستقبل معاكم ان شاء الله في السادسه يوم الاربعاء اللي جاي. كل الشكر ليكم على المتابعه وتحياتي ليكم.